نرجع مرة تانية مع حضراتكم ونواصل لقائنا ومصر جميلة وحديثنا عن بطولة الأمم الأفريقية. والحقيقة أنه العالم كله كتب واتكلم على حفل الافتتاح والبطولة والقدرة التنظيمية لمصر. منها جريدة The Guardian قالوا أن حفل الافتتاح اللي أقيم باستاد القاهرة الدولي كان مذهلا تحت السماء المظلمة. كمان The Mirror البريطانية قالت أن الحفل الافتتاح كان مبهر، وبي بي سي ايضا اشادت بصور الافتتاح، وايضا شبكه اي اس بي ان قالت انه منتخب مصر كان متميز ولكنه اهدر عدد من الاهداف اللي كانت ممكن تزود يعني اهداف المباراه في حفل الافتتاح. النهارده بنتكلم مع حضراتكم على بطوله الامم الافريقيه وحفل الافتتاح من خلال لقائنا مع الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمود معروف. استاذ محمود نورنا واهلا بحضرتك معانا في مصر جميل. ربنا يخليك يا استاذه هند، يا بنت الاستاذه فريده الجميله، فريده الزمر مش حد تاني. واهلا بيك يا استاذه نهله حجازي. تمام. اخت احمد حجازي صح؟ والله انا بنت احمد حجازي، فليا شرف برضو ان احمد حجازي بيمثلنا في المنتخب، بس هو اصيب بكل اسف، ربنا يشفيه ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك الافتتاح عايزك والله انت ده بقى اللي عاوزين نتكلم فيه يا استاذ محمود، عشان تضيفوا حاجه جميله كمان للافتتاح اجمل يعني. طبعا هو كان حفل مبهر بكل المقاييس، والجميل فيه ان مصر دايما بتثبت انها لما بتبقى عايزه حاجه بالاراده وبالتخطيط الجيد بتستطيع. ده منذ حرب اكتوبر واحنا اثبتنا كده، وخلال المشوار الطويل وصولا لحاجه جميله زي حفل الافتتاح اللي احنا عملناه في 3 أو 4 شهور. تم تنظيم كل هذه البطوله بالشكل الرائع اللي احنا شفناه. تعليقك على حفل الافتتاح وايه اللي لفت انتباه حضرتك في هذا الحفل؟ يعني حقيقي ده مش افتتاح بطوله كاس امم افريقيه على مستوى قاره افريقيا او مستوى قاره، ولكن حقيقي حقيقي ده بالظبط حفل افتتاح دوره العاب اولمبيه. تعرف الالعاب الاولمبيه بيشترك فيها 200 دوله، وبيشترك فيها بيلعبوا في 40 لعبه، فعشان كده بقى دايما حفل الافتتاح الدورات الاولمبيه حفل مبهر. وانا شخصيا ما شفتش، انا حضرت طبعا لوس انجلوس 84، حضرت سول في كوريا 88، حضرت برشلونة 92، حضرت في أمريكا تاني مرة تانية 96، لكن بجد يمكن حفل لوس أنجلوس 84 ده اللي فكرني بيه الحفل بتاعتنا اللي غنوا في الأغنية الشهيرة هاند إن هاند، وبعد كده فضلت تتغنى في كل الدورات الأولمبية الإيد في الإيد. كل الشعوب يعني في نهاية كلهم خارجين في نهاية الاحتفال افتتاح خارجين هاند إن هاند إيد في إيد. فده الحفل بتاعنا فكرنا بهذا الحفل بتاع دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 84 في أمريكا. جميل. هو طبعا السنة دي كان يعني الفترة بسيطة جدا 3 شهور قدرنا ان احنا نظبط فيها الملاعب، وقدرنا ان احنا ندرب فيها الشباب اللي هيستقبل الفرق اللي جايه من بره، وكمان المشجعين اللي جايين من بره والمصريين اللي هيحضروا. عملنا موضوع تذكرتي لحجز التذاكر، يعني عملنا شغل كبير جدا في وقت بسيط. فده يدينا ثقه كبيره قوي في نفسنا ان احنا لو عايزين نعمل حاجه فعلا هنقدر نعملها، بس لازم تكون مصحوبه بتخطيط جيد زي ما نهله قالت. اكتر نقاط القوه في التنظيم لهذه البطوله من وجهه نظر حضرتك؟ زي ما انت قلت يا استاذه هند يا رشاد، ان مصر كان في هذه البطوله كان مفروض تنظمها الكاميرون، دوله الكاميرون، وكان رئيس الاتحاد الافريقي وقتها عيسى حياته من دولة الكاميرون. وحصلت طبعا يعني الاتحاد الافريقي ما شايفين او لقوا ان الكاميرون غير مستعدة للتنظيم بالشكل اللائق، خصوصا بعد ما فجأة قرروا ان يكون عدد المنتخبات المشاركة 24 منتخب. يعني بدأت بثلاث منتخبات سنة 57 في السودان، وانتهت يعني طبعا في الجابون 2017 ب 16 بتاع 16 فريق، المره دي 24 فريق في 24 دوله، فبقت مسؤوليه كبيره. والكاميرون اعتذرت، عرضوا على المغرب قالوا لهم اسفين احنا لا مش جاهزين دلوقتي. فطبعا كان عيسى حياته شالوه، وجاه احمد احمد من مدغشقر رئيس الاتحاد الافريقي الجديد، وكان معاه المهندس هاني ابو ريده ده رئيس اتحاد الكره المصري، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي الكاف،
وعايزك تساليني عن ايه كاف وعن ايه كان. دايما يقول لك كان 2019 وكاف. فاللي حصل قالوا له في عرضك اتصرف، شوف مصر، كلموه كمصري. فعرض الامر طبعا على سكرتارية سيادة الرئيس عبد السيسي، فالسكرتارية عرض الامر طبعا على سيادة الرئيس، راح طلب دكتور مصطفى مدبول لرئيس الوزراء. مصطفى مدبول على فكرة رياضي قديم وكان بيلعب هاندبول في الزمالك 7 سنين، فقال له مصر هتنظم كأس الأمم الأفريقية. قال له تمام يا فندم. سيادة الرئيس ادى تعليمات للدكتور مصطفى مدبولي وللدكتور أشرف صبحي ولهنا بريدة، مصر موافقة تنظم بطولة كأس الأمم الأفريقية في يونيو 2019. الكلام ده كان في فبراير يا نهلة. يا ده الإعداد للبطولة بيلزمه 4 شهور 4 سنين. 4 سنين مش 4 شهور، يعني اتليست 4 سنين عشان استعد واجهز. فاما مصر تحدي بلد العجايب، المصري لما يحط دماغه في حاجه شيء سبحان الله عبقري. وقد كان الاستادات مهلهله. ده استاد بورسعيد راحوا، طبعا الحزين ان ما فيش مجموعه بورسعيد، يروحوا يلاقوا الشروخ الشرخ في الاستاد يدخل بني ادم. طب فين الناس المسؤولين بتوع محافظه اسماعيليه بتوع بورسعيد؟ فين القيادات؟ فشوف يعني قدروا يعيدوا ترميم وتجهيز 6 استادات على اعلى مستوى. استاد القاهره ده كان دخل المعاش بقاله كام من زمان، من ايام ما انتوا كنتوا لسه اول ما اتولدتوا كانوا بتلعبوا عليه، خلصت النهارده رجع. انتوا شفتوه، مش هقول رايكم، انتوا شفتوه على طبيعه استاد القاهره. كل الاستادات بهذا الشكل، تحدي غير عادي. فما تيجي تعملي ده وتوافي على التنظيم، لان طبعا في 16 دوله ايدوا ان تنظم مصر البطوله، ودولتين قالوا جنوب افريقيا. ليه؟ عارفين يعني لا وجه المقارنه طبعا بين مصر وجنوب افريقيا. وتطلع بالشكل ده ويجي شباب المتطوعين، يعني الاولاد كلها، اولادكم انت اولادكم صغيرين، يجوا يدخلوا يشتركوا متبرعين لمرافقة الوفود، وبيتكلموا انجليزي وفرنساوي وعربي طبعا وبرتغالي. ليه؟ لان قارة افريقيا فيها 3 لغات، دي كلها العربية 4، العربية الانجليزية الفرنسية البرتغالية. في 4 دول بتتكلم باللغة البرتغالية. ممكن نقولهم كمعلومة للسادة المشاهدين؟ طبعا اتفضل. طيب انجولا، لا الناحية دي كده افريقيا الناحية دي، يبقى كده موزمبيق في اليمين وانجولا في الشمال، والكاب فيردي الرأس الأخضر، وغينيا بيساو. هذه 4 دول الأفريقية التي تتحدث البرتغالية. فما يجي شباب من ولاد مصر وبنات مصر المتطوعين وبتكلموا هذه اللغات ويرافقوا الوفود، سيبك من الإبهار اللي كان في حفل الافتتاح، من ساعة ما بينزلوا مطار القاهرة بيقابلوهم الشباب دول بالعالم مصر، الورد بيديهم الورد لغايه ما وصلوهم الاوتيل. بالمناسبه طبعا حضرتك ذكرت موزمبيق وانها بتتحدث باللغه البرتغاليه، والرئيس الموزمبيقي كان ضيف علينا بالامس، وكان في جلسه مباحثات ثنائيه بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافه المجالات. فاحنا يعني بنرحب بيه ضيف عزيز علينا في مصر، وكان له الحظ اكيد برضه ان هو يعني يطل على كاس الامم الافريقيه المقامه في مصر. الكاس دي يا استاذ محمود، بس خليك في موزمبيق بقى. خليك في موزمبيق بقى، يعني انا رحت موزمبيق دي 3 مرات. يقولوا اصلا يعني انا لقيت فيها نسبه مسلمين والبعض بيتكلموا عربي، فهم بيقولوا الكلمه دي اصلا اسمها موسى بن بيك. موسى بن بيك اسم عربي اهو، واللي فتحها واحد جاي من الجزيره اسمه موسى بن بيك، ومع الايام تحولت الى موزمبيق. موزمبيق هم بيقولوا موزمبيق، احنا بنقول موزمبيق. وطبعا كان اول رئيس لها اسمه زموره، ميشيل اسمه زمورة، ورئيس نادي الزمالك وقتها كان اسمه محمد حسن حلمي زمورة. والعملة بتاعتها اسمها ميتيكال، ميتيكال مثقال ذرة، العملة بتاعتها اسمها ميتيكال. فاللعيبة اللعيبة مفيش فايدة، يقول لك متقال زمورة رئيس الدولة ومتقال، فاكرة متقال الرئيس متقال. فموزمبيق بلد جميلة جدا، حاجة خيال، تدي ظهرك للمحيط الهندي
تقفي كده تدي ظهرك للمحيط الهندي، عارفه قاره افريقيا عامله ازاي كده؟ اه. فتقفي على هي على المحيط الهندي، تدي ظهرك فتلاقي موزمبيق دي طلع كده العاصمه مابوتو. العاصمه كايام البرتغاليين كان اسمها لورينزو ماركيز. اسمها ايه؟ لورينزو ماركيز. لورينزو ماركيز لما اتغيرت بقى اسمها افريقي يسموها مابوتو. فتقفي على مابوتو دي تدي ظهرك للبحر، تشوف يا نهله كده 20 كيلو، تلاقي العمارات طلع وصل لغايه السماء الارتفاع كده. ولما قامت الثوره بتاع زامورا فطردوا كل البرتغاليين. طبعا الاهل الموزمبيقي كانوا فقراء قوي قوي قوي، عايشين في اكواخ وحاجات كده. رئيس عاوز ياخد شعبيه، رئيس الثوره ده قال لي اللي يلاقي شقه فاضيه ياخدها. تلاقي واحد بواب خد قصر، واحد بياع بطاطا خد فيلا، واحد يعني سك. فجاه في خلال 6 شهور مابوتو دي سكنها عامة الشعب اللي هم يعني اللي من لان البرتغاليين طردوهم. فموزمبيق عمل عليها كتب. يا لهوي على الحاجات، الخشب الابانوس الايكوني هناك، جبت حاجات ابانوس كده براد بكوبايات مش عارف، خشب ابانوس اسود بجنيه مثلا او باتنين جنيه. هو طبعا احنا ينقصنا الكثير. تمثال هند هند ماشي هند رشاد، تمثال بحجم كله خشب ابانوس ب3 جنيه حاجات كده. والشاي باكو الشاي بربع جنيه بما قيمته والله العظيم. ده ايام زمان ولا والجوز دلوقتي؟ الهند والجوز الهند كله كان بيجيب شوله جوز هند بربع جنيه برضو شو كيلو. طبعا العلاقات التاريخيه بيننا وبين موزمبيق ممتده، واحنا ساعدناهم في الاستقلال، ويمكن رئيس الموزمبيقي قال كده، وكمان ساعدناهم في الفتره الاخيره بعد الاعاصير اللي هجمت البلاد ودمرت اجزاء كبيره منها. ربنا يحفظ كل البلاد الافريقيه. امين يا رب العالمين. طبعا احنا بينقصنا الكثير من المعلومات عن القاره الافريقيه، وينقصنا ان احنا يبقى في علاقات متبادله ما بين الشعوب. هتيني هند هتيني، انا رحت افريقيا 119 دوله وعارفها اكتر من مدينه نصر واكتر من شبر واحسن واكتر من بالقاس. طيب نطلع فاصل مع حضرتك مع كل الساده المشاهدين، ونشوف تقرير عن تاريخ تنظيم بطوله الامم الافريقيه، ونرجع مره ثانيه نواصل لك. حصلت مصر للمرة الخامسة في تاريخها على شرف تنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2019 بعد منافسة مع جنوب إفريقيا التي حصل ملفها على صوت وحيد من أصوات المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف. بهذا التنظيم تحصد مصر لقب أكثر الدول الإفريقية تنظيما لهذه البطولة، وهذا ليس اللقب الوحيد الذي تتميز به مصر في هذه البطولة، فتملك مصر تاريخا طويلا معها، سواء الأكثر تتويجا أو الأكثر تنظيما، أو أنها أول فريق ينظمها في نسختها الجديدة. فازت مصر ببطولة أمم أفريقيا في نسختها الأولى والتي أقيمت عام 1957، وكانت تستضيفها دولة السودان، وفازت بها مصر بعد فوزها على إثيوبيا 4 أهداف دون رد. تعد مصر أكثر المنتخبات الإفريقية فوزاً بهذه البطولة، حيث فازت بها في أعوام 57، وتوجت مصر بهذه البطولة في نسختها الثالثة عام 59 و86 و98، كما فازت بها 3 مرات متتالية هي أعوام 2006 2008 وآخر مرة توجد بها في عام 2010. نظمت مصر البطولة أعوام 59 74 86 و2006 وأخيرا في عام 2019 بعد إعلان الاتحاد الإفريقي الكاف. وبتنظيم مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 تعد مصر أول منتخب ينظم بطولة إفريقيا في نسختها الجديدة، حيث يتم تقسيمها إلى 24 منتخبا على 6 مجموعات يتأهل منها إلى دور الـ16 الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثالث، وذلك بحسب عدد النقاط التي جمعتها أو فارق الأهداف في حال التساوي في عدد النقاط. وبعدها تستمر البطولة بنظام خروج المغلوب بدءا من دور الـ16 حتى المباراة النهائية.
نرجع مرة تانية مع كل مشاهدينا ونواصل لقائنا مع حضراتكم وكابتن محمود معروف. كابتن، واحنا بنتكلم حيك قلت نسألك على الفرق ما بين الكان والكاف. انا قلت لك تساليني، ده انت بتحرجيني بقى، عايزه تطلعيني ان انا ما بفهمش ولا ايه؟ لا حضرتك اللي هتدينا المعلومه يا فندم. لا هو مش الفرق، هما ايه المعنى دي ومعنى معنى ده ومعنى ده. لان فعلا يعني جريده محترمه جدا جدا بتاخد يوميا الكان 2019، ودايما ردت كلمه كاف. كاف هي اختصار لكاس الامم الافريقيه بالفرنساوي، اللي هي ايه؟ كونفدراسيون افريكان دي فوتبول. كونفدراسيون سي اللي هي افريكان دي فوتبول، اللي هي كاف، اللي هي اختصار لكلمه الاتحاد الافريقي لكره القدم. نيجي كلمه كان 2019، كان 2017، كان اللي هي كوب، يعني كاس افريكان دي ناسيون. ناسيون بالفرنسي يعني ايه؟ امم، الدول او الامم. اللي هي نيشنز. اقولها لك تاني، كوب يعني كاس افريكان الافريقي دي ناسيون، الامم، كاس افريقيا للامم، كاس الامم الافريقيه. بالانجليزي بقى كاب اوف افريكان نيشن. بالظبط كده. بس هم بيكتبوا ده المقصود انجليزي، كونفدراسيون افريكان دي فوتبول، كاس اللي هي الكاف، وكوب افريكان دي ناسيون، كاس الامم الافريقيه اللي هي بطوله الكان او اسم الكان، كاس الامم الافريقيه باللغه العربيه اللي هي اصلا مكتوب بالفرنسيه. طيب كان السنه دي اول حد في اي برنامج في جميع القنوات يقول لي المعلومه دي للمشاهدين بتوعي يعني. شكرا يا هند يا بنت. انت على فكره بس امك كانت اشطر مني، وامها طبعا احلى مذيعه في مصر، فريده الزمر احلى منها طبعا. هم الاثنين حلوين يا استاذ محمود. لا هي امها احلى منها. ده كانوا جمال ومتميزين ويعني هايلين، مفيش هم الاساتذه. لا طبعا انا اللي مربيها دي. انا مربيها هي وخالها الله يرحمه فايز الزمر يعني. على ذكر الكان بقى استاذ محمود، واحنا عرفنا معناها يعني دلوقتي، هي السنه دي نسخه جديده تكاد تكون نسخه بدايه جديده، لانه اولا اول مره تقام في فصل الصيف، هي كانت بتقام في يناير في الشتاء. اول مره يبقى فيها 24 منتخب بدل 16 منتخب. صحيح. وكمان اول مره يكون الحجز الكتروني عن طريق تذكرتي، ده ما اعتقدش انها سابقه قبل كده، يعني ما اعتقدش انها حصلت قبل كده في الدول اللي هي حرب الكتروني، الحجز التذاكر الكترونيا عن طريق التذكرتي. وده اللي مخوفني والله يا نهله، شيء رائع. هو طبعا في العالم كله، لا في اوروبا يعني، حاجه بقى لها 50 60 سنه. واحنا شفناها في سنه 90 لما رحنا لما اهلنا لكاس العالم، الله يرحمه كابتن جوهري، سنه كاس العالم سنه 90 في ايطاليا. في راجل محترم جدا جدا لسه كان بيكلمني من 4 ايام وعاوز يعمل كل حاجه لمصر، اسمه الدكتور احمد المقدم، كان خريج اقتصاد وعلوم سياسيه اول الدفعه، سافر انجلترا ياخد ماجستير ودكتوراه بامتياز، بقى من اعظم خبراء الاقتصاد، مسكت فيه الملكه اليزابيث وبقى ضمن المجموعه الاقتصاديه بتوعها. فبيقول لي خد منتخب مصر، عمل له معسكر في انجلترا قبل كاس العالم، ولعبنا مباراه مع منتخب ايرلندا في دبلن، العاصمه بتاع ايرلندا دبلن، وايرلندا دي احدى الجزر البريطانيه. قبل المباراه بثلث ساعه يا نهله ما كانش في متفرق، قلنا احنا جينا ايه ده؟ قبل المباراه ما تبدا بثلاث دقائق كان في 40,000 واحد قاعدين، دخلوا في ربع ساعه. ليه؟ تذكرتي خضراء، البوابه اهي، تذكرتي زرقاء اهي، فكل بوابه لون التذكره بيدخل، وبيدخل جوه بيلاقي انا رقم 133، يبقى 133 تخش السلم ده. في ربع ساعه ل 40,000 قعدوا دون ان نشعر بهم احد. فدي موجوده من زمان، احنا جينا نطبقها النهارده والمره دي. مشكله، اولا حلو قوي ده، بس كان لازم ندخلها قبل كده، نعملها بروفه بروفتين في مباريات، لان انت عشان تروح الاستاد لازم يبقى معاك الاي دي، الفان اي دي، في اسمك وفي صورتك، والتذكره فيها اسمك وفيها صورتك، ما تقدريش تبيعيها، ماشي هند؟ لا تتنزل عنها ولا تبعتي حد. فانا طب انت راحه انت وبنتك مريم، ماشي، وانت راحه انت ويوسف ولا مين ولا عمر احمد ما معاهمش، فممكن انا خايف يحصل ارتباك. الحمد لله كان امبارح يوم الافتتاح يوم الجمعه، من الساعه 1 الظهر الناس راحت، فكانوا وكان في بوابات ساعدت كتير قوي على روح هنا روح هنا روح هنا. فيعني ما اتمنى ان يكون نفس الشيء يوم الاربعاء مع مباراتنا مع الكونغو،
ويوم الاحد في مباراتنا مع اوغندا يبقى نفس الشيء من الساعه 1 المنظمين والمتطوعون الشباب الجميل يساعدوا يعني الناس الجمهور اللي هيروح في دخول من البوابات بتاعتهم واقرب الكرسي بتاعك الناحيه دي الكرسي بتاعك الناحيه كده يعني بس كابتن كان في كمان فكره جميله بتاعت تذكرت دي طبعا. بس كان لازم نطبقها يا هند من قبل كده يعني اكيد بس يعني الحمد لله ان احنا ابتدينا دي أوي اهم الحمد حاجه الحمد لله ونجحت في الافتتاح قوي الحمد لله وفي نفس الوقت كمان عايزه اقول لحضرتك قبل حفل الافتتاح كان في ارشادات كثيره جدا بتتعاد من خلال وسائل الاعلام طبعا. ازاي الواحد يدخل الاستاد ياخد معاه ايه ما ياخدش ايه كل دي حاجات توعويه للجمهور وشفنا كمان الجمهور بشكل حضاري جدا من خلال المباراه يا عائلات جميله واولاد واطفال وبنات وشباب وكبار وعواجيز ولابسين التيشيرت الاحمر شعار منتخب مصر او حاجه تفرح جدا ويعني الرئيس السابق حسني مبارك ربنا يديله الصحه قال لك الانتصارات الرياضيه هي التي تعمق الانتماء للوطن اكيد تعمق الانتماء للوطن وده كان السبب ان كان في مباراه بين مصر والسنغال في كره السله اللي هيكسب يروح دوره الالعاب الاولمبيه والتلفزيون بتاعنا راح قاطع المباراه عشان يذاع نشط اخبار الرئيس مبارك قال له استاذ صفوت شريف قال له يا استاذ صفوت ده احنا ما صدقنا حاجه تعمق الانتماء للشعب النشط اخبار يعني ما هو اللي في نشط 6 هو اللي في نشط 9 والنبي يا استاذ صفوت لما يكون في حدث رياضي لمصر لمنتخبات مصر وكسبانه والناس مشدوده لو في ايه لو اقول لك حسني مبارك هيسافر اجلوها والحقيقه ان تجربه الحدث الرياضي فعلا الانتماء الرياضي الاهلاوي والزمالكاوي ساعه الجون كله بس كله حضن اللي جنبه تجربة تذكرت دي هتخلي الجمهور يرجع تاني في الدوري ان شاء الله يمكن الرئيس السيسي اشار الى انه بعد كده خلاص ان شاء الله الدوري ممكن يكون فيه جماهير فدي بدايه طيبه جدا جربناها في كاس الامم الافريقيه وهتستمر معانا ان شاء الله يا استاذ محمود احلى شيء في الافتتاح الكلمه اللي قالها سياده الرئيس ان هذا النجاح هيخلينا نرجع الجمهور في الدوري والكاس احلى حاجه ليه؟ لان انت فاكره طبعا المجزره بتاعت بورسعيد اللي مات فيها حوالي 74 مشجع يوم 12/12 يوم 1/2/2012 في بورسعيد واتمنع الجمهور وبعدين المجزره بتاعت نادي الزمالك في مباراه انبي بعدها بسنتين ف مباراه بدون جمهور زي مسرح بدون متفرجين تخيلي لو عادل امام الستاره اتفتحت ولقى نفس الصاله فاضيه فيها اتنين قاعدين هيقول اقفل الستاره وخلي الناس دول يدوهم فلوسهم ويروحوا صح هو الحقيقه احنا يعني خلال الفتره اللي الجمهور فاتت روح الماتش بالظبط الجمهور زي اللاعب والحكم والمدرب وطول عمرنا يا كابتن جمهورنا جمهور محترم طبعًا وراقي طبعا في كافه المباريات طبعا اللي حصل كان احداث سياسيه مخلوطه بالرياضه للأسف. وكان بفعل وتدبير الجماعه الارهابيه فيعني الحمد لله الى زوال إن شاء ونرجع الله. مره ثانيه نشوف جمهورنا بينور المدرجات عايزين نطلع فاصل ونرجع على طول الجمال في مصر جميلة مع الأستاذ الدكتور منير ويليام لبيب كبير أطباء جراحة التجميل استشاري أول الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر استشاري أول الأمراض التناسلية والعقم وأمراض الذكورة عالم الجمال كل يوم سبت في مصر جميلة على الثانية Salut l'Afrique, salut le continent noir, salut les lions, salut les éléphants, salut les aigles, salut les écureuils, salut les léopards, salut les hirondelles, salut les fennecs, salut les warriors, salut les pharaons.
Bienvenue à la CAN 2019 au pays des merveilles, l'Égypte. Salut à toutes les vedettes du foot africain. Rabah Madjer, Badou Ezzaki, Tarek Diab, Ali Ben Cheikh, Aziz Boudirbala, Shukri Al-Wa'ir, L'Akhdar Belloumi, Mustafa Hadji, Hatem Trabelsi, Moussa Saïb, Nourdine Naybet, Zubair Bia, Tasfaut, Mustafa Al-Hiddawi, Adel Slemi, Riyad Mehrez, Mohamed Taimoumi, مهدي نافتي، صلاح الدين بصير، سليم بن عاشور، زياد جزيري، عبد القادر صلحي، عادل شزلي، العربي بن بار، سالو عبد الرزاق، امو كاشي، ايتو، دروغبا، ميلا، انكونو، سالو لافريك دو كانو، سالو اوليسي، سونغو، اكبيبا، بيلي، كوفور، سالو بوكوندي، امو نيكي، كانوتي، غواميني، Salut Boalia, Boma, Song, Grobelar, Diouf, Yaya Touré, Fish, Fenedi, salut Radibi, West, Essian, Antoine Bell, Weya, Kita, Yakini, salut Bibo, Hassan Chahata, Saleh Selim, Hamad Amam, Mustafa Abdo, Ekrami, Tahir Abouzeid, Ibrahim Youssef, Maddy Abdelghani, Shobir, Houssam Hassan, Ibrahim Hassan, Aissam Al-Hadari, جدو متعب حسني عبد ربه ميدو احمد حسن حازم امام عمرو زكي جمال عبد الحميد ياسر ريان فاروق جعفر بركات سالو ماهر همام وائل جمعه ربيع ياسين هشام يكن وليد صلاح الدين اي مو صلاح Bienvenue chers frères en Égypte pays de la civilisation de l'art de la culture et de la belle nature. Bienvenue au Caire, à Alex, à Suez et à Ismaïlia. Cette année, avec 24 équipes divisées en 6 groupes, la CAN 2019 est exceptionnelle. Groupe A, l'Égypte, l'Ouganda, le Zimbabwe et la RD Congo. Groupe B, le Nigeria, la Guinée, le Madagascar et le Burundi. Groupe C, le Kenya, la Tanzanie, l'Algérie et le Sénégal. Groupe D, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud et la Namibie. Groupe E, la Tunisie, le Mali, la Mauritanie et l'Angola. Et enfin le groupe F, le Cameroun, le Ghana, le Bénin et la Guinée-Bissau. Bienvenue à la CAN 2019. Bienvenue en Égypte. حضراتكم من جديد. كان كلامنا عن اجواء كاس الامم الافريقيه بوجه عام، سواء مباراه الافتتاح او الاجراءات الجديده اللي اتخذت علشان تطلع هذه الكاس بهذا الشكل المشرف. خلينا نتعمق اكتر ونسال بقى عن الفرق المشاركه وعن النتائج المتوقعه. مصر بالفعل تغلبت على زيمبابوي في مباراه الافتتاح 1-0، وبالامس تفوقت اوغندا على الكونغو الديمقراطيه ايضا وتغلبت عليها. ده بيخلي مصر ان شاء الله تقابل الكونغو الديمقراطيه. استاذ محمود، توقعاتك للماتش اللي جاي لمصر مع الكونغو الديمقراطيه؟ انت هنا بس احسن حد يفهمها غلط، انت قلت وبكده مصر هتقابل الكونغو، يعني عشان مصر فازت واوغندا فازت، هي لها ماتشين كده ولا كده جايين، يعني ثلاث ماتشات. ايوه كل في الدوري المجموعات كل فريق هيلعب ثلاث مباريات. فاحنا لعبنا المباراه الاولى قدام منتخب زيمبابوي، والمباراه الجايه يوم الاربعاء قدام الكونغو الديمقراطيه، والمباراه الثالثه يوم الاحد امام اوغندا. فاحنا كسبنا الزيمبابوي 1-0. اوغندا عملت مفاجاه كبيره جدا 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 امبارح وغلبت الكونغو 2-0، فاصبحت اوغندا فوق مصر في الترتيب. لا ترتيب المجموعه، لو عملنا جدول دلوقتي تبقى اوغندا رقم 1، مصر رقم 2، وطبعا زيمبابوي عشان اتغلبت 1 نمره 3 والكونغو نمره 4. انت عارفه الكونغو طبعا كانت دوله واحده زمان، وبعدين اتقسمت، بقت الكونغو كونغو شعبيه وزئير، وجت منتخب زئير لعب هنا 74 باسم زئير، ووقعت القرود ان هم ما بياكلوش غير قرود، وطلب وجبه قرود، وكانوا في مجموعه اسكندريه، وقالوا العميد الجويني الله يرحمه كان مشرف على مجموعه اسكندريه،
قال له مستر جويني يعني عايزين قرود. قال له قرود ايه؟ قال له عايزين 20 قرد عشان ناكل، القرود بتاعتنا خلصت. فانتوا جننتوا؟ فندى قال له فيه والله كابتن جويني فيه في عزبه القرود كده، وانت راح رشيد ابو قير ورشيد بعده جاب 20 قرد. معقول؟ اه ده واقعة حقيقيه. حقيقيه ده انا اللي حاضر بقى. وبعدين قال يعني واحد جايب رئيس البعثه جاي مستر جويني يعني بشكرك جدا ودي هديه بسيطه مننا قرد. قال له يعني ده لو انت عايز قرد صاحي اجيب لك يا مايوكي. مايوكي هات قرد. راح مايوكي جاي وشايل القرد على كتفه. قال له بس ده قرد مذبوح جاهز. كابتن جويني يا عيني جري قرد. فدي وقعة زئير اللي هي كونغو اللي رجعت. طبعا لغوا كلمة زئير، رجعت كونغو الديمقراطية اللي هنلعبها يوم الأربعاء إن شاء الله. النهاردة احنا كسبنا 1-0 ومستوى سيء جدا. امبارح اوغندا لعبت ماتش كويس وغلبت الكونغو، احنا هنلعب الكونغو. الكونغو لو اتعادلت الماتش الجاي، مش لو اتعادلت او اتغلبت طلعت من البطولة قبل حتى ما تلعب المباراة الأخيرة، فهتلعب بقوه ضدنا. ملهاش غير انها تنتصر، فلازم تعمل اقصى جهدها. ايوه واحنا عشان كده يا اخ جروس الشهير ب ب ب باجاي ولا اسمه ايه؟ اجيري. ها؟ اجيري؟ اجيري ماشي. شكل الفرقه عايز تظبيط شكل الباكين طبعا. طب خلينا يا كابتن نتكلم بشكل ايجابي، محتاج ايجابي ماشي. انا هقول لا تظبيط هنقول هطبل يعني ونقول يا الله ينور. لا 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 كان لا. في كوارث في الفرقه. ايوه خلينا الباكين وحشين، راس الحربة وحش، لازم تعدل. ولازم يا باشمهندس هاني بوريده تقعد معاه وناقشه، هات 2-3 وقول له المباراه. وشفتوا انتم مباراه الكونغو امبارح وغاند، فشوفوا التشكيل واعملوا ناقشوه. ده احنا لولا ربنا عشان يوم جميل يبقى حلو كان ممكن نتعادل، لا قدر الله كان ممكن نتغلب اخر ربع ساعه. يعني احنا ضيعنا فرص كتير قوي قوي قوي. طيب من كنا هنندم في الشوط الثاني لان جت لهم لياقتهم اعلى. فودي طبعا نقطه ميسو اجيري. ف تعبنا في الشوط الثاني، كانوا هيتعادلوا ويغلبونا لا قدر، كانت بقت مصيبه سوده. فيجب ان نعالج الاخطاء عشان الناس. حلمنا ايه يا نهله؟ حلمنا ناخد البطوله على ارضنا. المعنويات الرياضه بترفع معنويات الشعب. والله الله يمسيها بالخير يسرى يا رب ولا يصبحها بالخير. ايام كاس العالم رحنا كاس العالم، انا كنت في مستشفى في الطريق في المعادي. ولما رحنا كاس العالم غلبنا وتاهلنا لكاس العالم، بتقول انا كان متعلق محلول في دراعي وشايفه ملايين المصريين على الكورنيش عمالين كلاكسات، بتقول لي شلت الحلم وعمال اقول مصر. شفت قد ايه الفرحه؟ طبعا عيانه طبعا. والمحلول في دراعها وخرجت، فبتعمل فرحه كبيره. طيب خلينا يا كابتن نقول ايه نقاط القوه اللي عندنا في المنتخب، وايه النقاط اللي احنا المفروض نشتغل عليها لان المباراه الجايه مباراه هامه. نقاط القوه محمد صلاح. ومحمد صلاح كل الفرق عارفه انه احسن واحد ضمن احسن 3 لعيبه في العالم. بس ما نقدرش نختزل المنتخب في شخص يعني كتير منهم. انا النهارده ما بختزل المنتخب بشخصه، حليت المشكله للفرق الثانيه. بيمسكوا محمد اتمسك جاب جوان، عمل تمريره ولا حاجه. فانت خواجه اجيري لازم حط خطتك على ان محمد صلاح هيتراقب، فما هيتراقب باثنين او بثلاثه فضلك الحته دي، استغل انت دي. هيجوا على صلاح، طب الحته دي فضيت، يبقى زي ما عملها فعلا تريزيجيه وجاب الجول. فيبقى مروان محسن او عمرو ورده او اي حد من اللي جابه، مع ان كان في لعيبه برده كويسين. يلا مش هنتكلم ماشي. واقفل قوي الثغرتين الباكرات والباكليف، لان برده كان في لعيبه كويسه قوي. وانت يا اخ اجيري يلي محدش قال لك بتعمل ايه، صلح، لان شعب مصر حلمه البطوله، واحنا واخدينها 7 مرات يا اجيري، وعلى ارضنا يا اجيري اجرك الله. فان شاء الله يعني املنا كبير جدا ان احنا ان شاء الله لو كسبنا. طبعا لو كسبنا الكونغو طبعا طلعنا دور ال 16، ف يعني لازم نكسب الكونغو مثلا 3-0 او 2-0 نتساوي عشان برضه نحتفظ بالصداره ان شاء الله. ليه؟ لان الاول بتاع كل مجموعه هيقابل الثالث. هو دلوقتي انت عارف ازاي 16 هم 24 منتخب.
الدور الثاني هيبقوا 16. طب نطلعهم 16 ازاي؟ ما انا لو اللي اتغلب هاخد 2 من كل مجموعه يبقى 12. فانا باخد فعلا الاول والثاني من كل مجموعه، يبقى 6 مجموعات، يبقى 12 فريق. وباخد احسن 4 توالت، الثالث اللي هو جاب مثلا 3 نقط، الثالث اللي جاب 4 نقط كده، فكمل يبقى 16. وبعدين بنعمل الاول بيلعب الثالث، فانت ما تلعبي الثالث وانت الاول تلعب الثالث، اكيد الثالث هيبقى احسن من الثاني، اضعف من الثاني، هيبقى اكيد اضعف من الاول، فاهماني؟ فلازم يعني إن شاء الله نتمنى كل نقطه وكل جون هيبقى مكسوب يعني. طبعا احنا كنا سعداء بوجود حضرتك النهارده معانا، الوقت مر، لكن ان شاء الله بنتمنى كلنا وهنقف ورا مصر ونشجع مصر لغايه ما توصل باذن الله ويفرحونا ويحملوا كاس الامم الافريقيه للمره الثامنه ان شاء الله. بشكر حضرتك، تاخدي احمد ويوسف وانت تاخدي مريم ان شاء الله، وتروح يوم الاربعاء الجاي استاد القاهره ان شاء الله، ويوم الاحد برضه استاد الكونغو واوغندا ان شاء الله. شكرا شكرا لحضرتك يا كابتن، ودايما بتنورنا في مصر جميله. شكرا، كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بصحه وسلامه. نشكر كل الساده المشاهدين تابعونا النهارده، وان شاء الله اللقاء يتجدد مع حضراتكم بكره باذن الله، ومصر دايما جميله.